تقرير عاملينه مع حضراتكم لحاجه او رياضه او لعبه اسمها الرول بول. ايه الرول بول دول دي تحديدا؟ خلينا نتابع التقرير ده عشان نفهم ونرجع نكمل. طبعا اللعبه هي ممكن لناس كتير تبقى غريبه، يمكن انا اللي دخلت لعبه مصر في 2011، يعني كنت سعيد الحظ ان انا اللي قدرت اعمل كده. كنت بلعب بره واتعرفت على اللعبه بره، وبعد كده بدات انقل الموضوع ده كله لمصر. عانينا شويه في انتشار اللعبه والناس تبدا تعرفها، بس الحمد لله الفتره الاخيره الاتحاد بتاعنا تم انشائه واشاره من وزاره الشباب والرياضه، وفي عده انديه الحمد لله في مصر كلها بدات تمارس اللعبه. وبقى لنا فتره طويله الحمد لله عملنا اكتر من بطوله دوري وكاس وايفنتات كتير في محافظات كتير. بعد انتشار اللعبه بشكل كويس بالنسبه للعبه، يعتبر اول سنه ليها بشكل رسمي، يعني رايحين نسافر في بطوله العالم نشارك فيها. طبعا احنا شاركنا قبل كده، يمكن المشاركه الرابعه لينا. اخر مشاركه كنا جايبين تالت عالم سيدات وخامس عالم رجال. المره دي يعني الوضع احسن بكتير، فبنطمح ان احنا نرجع باول عالم ان شاء الله. يعني الاعمار عندنا بتبدا من اول 6 سنين، فده احنا واخدين شريحه كبيره جدا من اللاعبين. لاعبين الباسكت والهاند والفولي والالعاب الثانيه بيقدروا يلعبوا معانا بشكل كويس جدا، او بيتعلموها بشكل سريع جدا. اللعبه الحمد لله هي مش محتاجه بادجت عاليه زي العاب كتير غاليه، لا هي بس مجرد السكيت او الباتيناج وكره باسكت. والملاعب طبعا المتعدده دي موجوده في كل الانديه، فانا مديها شويه ادفانتج ان هي تنتشر في كل الانديه وفي كل الاماكن. وفي نفس الوقت هي لعبه جماعيه وممتعه جدا، يعني اي حد بيلعبها او بيتفرج عليها بيبقى مستمتع او بيتفرج عليها وهو بيلعبها جدا. لعبة الرول بول هي لعبة ثلاثية مجمعة ما بين الباسكت بول والهاند بول والسكيت. بنلعب على الملعب الخماسي زي ما حضرتك شايفة. واخدين من بعض القوانين من الثلاث ألعاب وبنبدأ نتقوننا. هي لعبة جماعية فيها طبعا قمة المتعة والحاجات دي كلها. لعبة بطولة السوبر طبعا بتبقى بالبطل الدوري وبطولة بطل الكاس، ودي بطولة طبعا من ضمن البطولات اللي عملها الاتحاد المصري للرول بول تجهيزا برضو للمنتخب اللي مسافرين ان شاء الله للعب في كاس العالم في الهند بامر الله في يوم شهر 4 بامر الله، طالعين الهند بامر الله. اختار اللعبه دي لان هي مميزه وجمعت ثلاث العاب في بعض. هي شدتني جدا، انا اصلا كنت بلعب سكيت بس في الاول مش رول بول، والبطولة كويسة بتبرز أداء اللاعبين وكل واحد عنده مميزات إيه وعيوبه إيه وصغراته إيه وعشان يحسن منها بعد كده. أولا رول بول بالنسبة لي لعبة مختلفة، هي ميكس ما بين ألعاب كتير، وبجد فعلا لما بنلعب بنطلع طاقة، وفي نفس الوقت هي لعبة لسه في الأول، فإحنا عندنا فرصة إن إحنا نحقق فيها مراكز زي ما حققنا مركز ثالث في بطولة 2019 في الهند. ورأيي عن البطولة إن الاتحاد بيعمل طول الوقت بطولات عشان نكون أحسن وعشان نجيب مراكز أعلى، والبطولة متنظمة كويس جدا، وإحنا يعني مستعدين إن إحنا ناخد مركز أحسن من التالت. أنا في الأول كنت بلعب السكيت كهواية مع كابتن أحمد حسن طبعا، وبعدين كنا بدأنا بقى الكلام ده من 10 سنين تقريبا برضو، ان احنا فكرة الرول بول كان كابتن احمد حسن جاي من بره. فكرة الرياضة كانت جديدة في مصر، بس هي بقى كان بقى شوية بره طبعا. بدأنا نتمرن مع فريق، مكون فريق واحدة واحدة لحد ما جمعنا الفريق وبقينا نتمرن من 2014 واحنا معانا فريق جاهز بنتمرن نطلع بطولات الكلام ده. بس في الاول كان الموضوع كهوايه سكيت، وبعدين لما لقيت فكره الرول بول حسيتها رياضه جديده وميكستشر كده بين كذا رياضه، فحبيت ان انا اخد التجربه. مش اكتر ايه سبب اختياري للعبه من الاول؟ ان هي فيها كل ميزات الالعاب الجماعيه، لعبه فيها تيم ورك عالي جدا، فيها روح فريق كبيره، وفي نفس الوقت فيها جزء كبير من المهارات الفرديه اللي بتميز كل لعيب عن التاني، بالسرعة، القوة، الرشاقة، التوازن.
فاللعبة ممتعة جدا يعني بشكل عام. هي اللعبة طبعا مختلفة، ولكن قوانينها ما بتختلفش كتير عن الباسكت بول والهاند بول، لان هي ميكس ما بين الباسكت بول والهاند بول والسكيت مع بعض، فبعض الرولز بتكون متشابهة. فبالنسبة لي التحكيم الحمد لله كان سهل، وبناخد كورسز اونلاين على طول من الهند من الاتحاد العالمي، وده طبعا بيعلي مستوانا، وكمان الاتحاد المصري على طول بيعمل لنا كورسز اونلاين وكمان عملي عشان نحسن من مستوانا كتحكيم طبعا، لان اي لعبة اساسها التحكيم عشان تنجح.